ما هو الإسلام؟ الإسلام بوكهدو. الإسلام هو أن تسلم لله، تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إذا الله هنتعورده قديق التوحيد الثاني. ولا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى بأن نصلي ونصوم. تاق الله هنحميت أخلر دعوني أعلى مصدرت أعلى مرقة برت كن عدول حين تديخ كن دلهم شلر درت. ولا بد أن المسلم يتميز في لباسه، في عقيدته، في تعامله عن المشركين، لا يماثل ولا يشابه أهل الكفر والضلال. أقشت حقاست ويشون حبوس البولحو حي خدل ليلرت حي دوخر تاني كرس ناغغ قلبو ناغغ حتارغ قاست ويشون بوخ. أركان الإسلام خمسة. إسلامنا بقي ركنو. الأول الشهادتين. لحرة شهادة ديلدردو وإقام الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم. تحقق بقي لا مصدردو هور دينح. وإيتاء الزكاة. زكاة تعدلردو. وصوم رمضان. مارخي بطن رمضان بوت قابردو. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. حج دردو إذا تروي يولشن ديح.